السلام عليكم كي درتوا لاباس عليكم كي دايرين مع الصحه نتمنى تكونوا في احسن الاحوال مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في موديلات جداد اكس بي نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عليا البنات باللايك ديالكم غادي تشوفوا معايا واحد التشكيله ديال البراسليات وديال اطقم ديال كل نهار واخوات المارياج كلهم اكس بي البنات نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم غادي نبدا باول براسلي كيف تتشوفوا براسلي مخرم وفيه شويه ديال الحجر بيان سيرتي البنات براس لي اكس بي يعني تيبقى مده طويله بعد غير الريحه يعني الاكس بي ما الريحه بالنسبه لهاد البراس لي هذا الثمن ديالو 130 درهم البنات واللي بغات ثلاثه من هاد البراسليات الثمن ديالهم 270 درهم اللي بغات شي حاجه تواصل معايا في الرق بالنسبه لكم التوصيل اه في الامانه داخل المغرب وخارج المغرب مرحبا بكم ما تنساوش ليا لايك البنات للفيديو ندوزو لهذا الموديل الثاني غزال اه موديل فيه الحجر بيان سيرتي فيه بولا في الوسط فهذا الثمن ديالو 130 درهم وكيف دائما اللي بغات 3 270 درهم تواصلوا معايا في الرقم اللي سيبان لكم كاين هذا الشكل تاني، المهم انا جبت لكم تشكيله يعني باش كل وحده تلقى الشكل اللي غادي يناسبها وعلى حساب الاذواق لانه الاذواق تختلف كاين هذا الشكل تا زويون كاين هذا الشكل تاني اللي مرصع بالحجر وفيه ثاني بوله كبيره في الوسط كاين عاود هذا الموديل هذا غزال فيه الحجر المهم البنات الثمن ديالهم 130 درهم اللي بغات 3 270 درهم تواصلوا معايا في الرقم اللي لكم توصيل داخل المغرب وخارج المغرب في الامانه كاين هذا الشكل ثاني غزال رائع هذا الشكل هذا كاين هذا الموديل ثاني مخرم وفيه ديك العلامه في فيها الحجر بيان سيرتي حتى هذا البنات الثمن ديالو 130 درهم اللي بغات شي حاجه تواصل معايا في الرقم اللي تيبان لكم التوصيل داخل المغرب وخارج المغرب في الامانه دابا غادي ندوز واحد التشكيله ديال المارياجات اللي عليهم طلب كتير كتير تنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم والثمن ديالهم البنات 130 درهم اللي بغات شي حاجه تتواصل معايا في الرقم بالنسبه للمغرب داخل المغرب راه التوصيل والدفع عند الاستلام بالنسبه لخارج المغرب تيصيفطوا لي الفلوس في الويستر او المونيغرام وتنصفت ليهم في الامانه الدوليه مرحبا بالجميع وهاد الموديلات اللي غادي تشوفوها البنات كلهم راه اكس بي يعني الخوات المارياج ولا البراسليات ولا الاطقم اللي غادي تشوفو ديال كل نهار اللي خفاف اللي فيهم آه الكورميطا وفيهم لاشين شين بالبوندونتيف وفيهم الحلقات كلهم اكس بي كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم دابا غادي ندوزوا للاطقم ديال كل نهار آه هاد لونسومبلات ديال كل نهار اللي كان عليهم طلب كثير كثير والحمد لله كانت ل... كان واحد ديك لا فيديو اللي كنت حطيت فيها هاد لونسومبلات اللي تكومونداو من عندي بزاف دابا جبت لكم تشكيله اخرى والثمن ديالهم البنات كلهم 130 درهم وهادو راه من اكس بي يعني ماركه اللي تتبقى مده طويله بعدو البنات غير ريحة غنقولها لكم حتى في الواتساب يعني سنقول لكم بعدو الريحه هي اللي بالنسبه لاكس بي ما تيبغيش الريحه نتمنى هذه التشكيله هذه تنال الاعجاب ديالكم الثمن ديالهم 130 درهم اللي بغات شي حاجه البنات تواصل معايا في الرقم اللي تيبان لكم عبر الواتساب اه بالنسبه للتوصيل داخل المغرب في الامانه اه تتوصلوا بالامانه ديالكم وعاد تتخلصوا وبالنسبه لخارج المغرب في الامانه الدوليه غنخليكم تشوفوا هذه التشكيله هذه ونقول لكم مع السلامه وعواشر مبروكه والى فيديو قادم ان شاء الله